وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي قادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن من صفات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي قادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول أهل العلم في هذا المقام شرحا لهذا الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: النصيحة لولاة الأمور وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم، أي لأئمة المسلمين، الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم إذا كانوا يجمعون الزكوات، فأداء الزكاة إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن يدعى لهم بالصلاح إذا كانت الدعاء أن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء، أي الولاة.